مرحبا بك في علم النحو الذي يساعدك على فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللغة العربية لغة فضلها الله تبارك وتعالى على سائر اللغات، فقد أنزل بها أفضل كتبه وهو القرآن الكريم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قد يسألني سائل ويقول: لماذا سمي علم النحو بهذا الاسم؟ ومن الذي ألف علم النحو؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا العلم؟ والإجابة على ذلك أقول: الصحابة رضوان الله عليهم عندما ظهر اللحن في عصرهم وفي زمانهم، ومعنى اللحن يعني الخطأ، سمعوا اللحن في القرآن الكريم. سيدنا عمر جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، دلني على رجل يقرئني القرآن. فأرسله إلى رجل، فبدأ الرجل يقرأ له من أول سورة التوبة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا قرأها ورسوله بالكسر. فالأعرابي قال: أو برئ الله من رسوله؟ إن كان الله برئ من رسوله فأنا منه بريء. فبلغت هذه المقولة سيدنا عمر، فقال: يا أخ العرب، ما هكذا نزلت؟ قال: كيف نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء أيضا من المشركين. فتأمل أخي المشاهد الكريم كيف أن الضمة عندما تحولت إلى كسرة المعنى تغير تماما، لأن الواو هنا حرف عطف، فإذا عطفنا الرسول بالكسر يبقى عطف على المشركين، كأن الله برئ من المشركين ومن الرسول، لكن المعنى ليس كذلك. الواو هنا عاطفة جملة على جملة، الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا. وسيدنا علي سمع رجلا يقرأ: لا يأكله إلا الخاطئون، سمعها من الرجل يقول: لا يأكله إلا الخاطئين. فلما وجد الصحابة رضوان الله عليهم أن اللحن يعني الخطأ تسرب إلى القرآن الكريم، خافوا على القرآن الكريم، فأشار سيدنا علي على رجل من التابعين اسمه أبو الأسود الدؤلي، قال له: يا أبا الأسود، ضع للناس كتابا يعرفون به لغة العرب. وقال له: الكلمة في لغة العرب اسم وفعل وحرف. الاسم يتميز عن الفعل بكذا، والفعل يتميز عن الحرف بكذا، وانحو هذا النحو، يعني سر على هذه الطريقة. فسمى أبو الأسود هذا العلم علم النحو، تبركا بالكلمة التي قالها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو السر في تسميته بعلم النحو. وقديما قالوا: النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني ينبغي لكل مسلم غيور على دينه وعلى قرآنه أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستطيع أن يدافع عن الشبهات التي يريدها أعداء الدين على القرآن الكريم. والآن بمشيئة الله عز وجل أبدأ في أول محاضرة من محاضرة علم النحو، وأرجو أيها المشاهد الكريم أن تستمع جيدا لهذا العلم الذي نزل به لغة القرآن الكريم. اسمع معي إلى الدرس الأول. أقول مستعينا بالله: الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. نريد أن نشبه الكلمة بإنسانة رزقت بثلاثة أولاد. الابن الأول هو الاسم، والثاني هو الفعل، والثالث هو الحرف. سألنا الكلمة عن الاسم فقالت إنه يتميز عن أخويه الفعل والحرف بخمس علامات. العلامة الأولى من علامات الاسم هي الجر. اسمع معي إلى الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفظ الجلالة هنا مجرور، علامة الجر الكسرة،
بسبب دخول حرف الجر وهو الباء. من الشيطان، الشيطان اسم مجرور بمن، علامة جر الكسرة. الرجيم صفة، والصفة تتبع الموصوف. إذن الاسم قد يجر بالحرف زي من الشيطان، وقد يجر بالتبعية يعني الصفة زي الرجيم، وقد يجر بالإضافة. يعني مثلا إذا قلت مسجد، إذا حذف هذا التنوين تضاف الكلمة إلى كلمة أخرى، أقول المسجد الصحابة، أقول هذا عبد الله وهذا أستاذ النبي. فالكلمة إذا أضيفت إلى كلمة جر. إذا عرفنا أن الجر قد يكون بالحرف زي بالله من الشيطان، وقد يكون بالتبعية يعني الصفة زي الرجيم صفة للشيطان، والرجيم بمعنى مرجوم يعني مطرود من رحمة الله عز وجل. وقد يكون الجر بالإضافة، وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم اسم مجرور بالباء، ولفظ الجلالة جر بالإضافة، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة. إذا أيها المشاهد الكريم، إذا وجدت كلمة مجرورة فاعرف أنها هي اسم، لأن الجر خاص بالأسماء. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء. تعال معي إلى العلامة الثانية من علامات الأسماء، وهي التنوين. قال تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذه الكلمة محمد، هذا هو التنوين، عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير التنوين. يعني كلمة محمد، أنت نطقت نونا ساكنة، هذه النون الساكنة تلحق آخر الاسم لكن لا تكتب، لأنها تنطق فقط ولكن لا تكتب نون. نعبر عنها في حالة الرفع بضمتين، وفي حالة النصب بفتحتين، وفي حالة الجر بكسرتين. المؤذن نسمعه يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وفي التحيات نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لغير تنوين، لغير نون توكيد، كقول الله سبحانه لنسف عن بالناصية، هذه نون توكيد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. إذا وجدنا كلمة منونة عرفنا أنها هي اسم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يبقى إذا ليلا كلمة منونة فهي اسم. نأتي إلى العلامة الثالثة وهي النداء. النداء قال الله عز وجل يا نوح اهبط بسلام، يا نوح، يا حرف نداء، ونوح اسم منادى مبني على الضم في محل نصب. آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط إنا رسل ربك، يا صالح أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فكل هذه الأسماء منادى. إذا الذي ينادى هو الاسم فقط، لكن الفعل لا ينادى. لا تستطيع أن تقول يا كتب أو يا ذهب أو يا جلس، الأفعال لا تنادى، إنما الذي ينادى هو الأسماء. فالنداء علامة من علامات الأسماء. يسألني واحد من طلبة العلم ويقول إذا كان هذا صحيحا كما تدعي وتقول، فما بالك في قول الله سبحانه يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا ليتني، ومعروف ان ليت حرف تمني، فكيف يدخل حرف النداء على حرف التمني؟ اقول يا التي دخلت على ليت ليست هي حرف نداء، وانما هي حرف تنبيه، تنبيه للمخاطبين، يا يعني انتبهوا، ليت قومي يعلمون. وإذا اعتبرناها حرف نداء فإن المنادى محذوف، يعني مثل يا هؤلاء ليت قومي يعلمون، لكن الأصح والصواب فيها أنها حرف تنبيه. إذا عرفنا أن العلامة الثالثة التي تميز الاسم عن الفعل هي النداء،
وأتينا بآيات كثيرة من هذا القبيل. نأتي إلى العلامة الرابعة وهي دخول ال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تأمل معي إلى هذه الكلمات الأربع: المسجد الحرام، المسجد الأقصى. فأل هذه تسمى أل التعريفية، يعني تدخل على النكرة فيصير معرفة بعد دخول أل عليها. إذا قلت الأستاذ، الكتاب، فأل هذه مختصة بالدخول على الأسماء، لكن أل لا تدخل على الأفعال. لا نقول مثلا أل كتب الدرس، أل جلس. إذا أل مختصة بالدخول على الأسماء، وهذه العلامة الرابعة. العلامة الأخيرة وهي أنفع العلامات للاسم هو الإسناد. معنى الإسناد يعني الإخبار. فإذا قلنا نجح خالد، أسندنا النجاح إلى خالد وأخبرنا عنه بأنه قد نجح، يبقى نجح فعل، والفعل لا بد له من فاعل. لكن لا أستطيع أبدا أن أقول نجح كتب، هذا لا يجوز. لا نقول مثلا نجح شرب، نجح قام، لا يجوز هذا. إذا الفعل يسند إلى الفاعل، وكذلك الخبر يسند إلى المبتدأ. أقول محمد ناجح أو علي جالس، يبقى إذا الإسناد هو الإخبار، يسند الفعل إلى الفاعل ويسند الخبر إلى المبتدأ. إذا الآن أيها الأحبة الكرام، عرفنا أن الاسم يتميز بخمس علامات. العلامة الأولى هي الجر، والعلامة الثانية هي التنوين، والعلامة الثالثة هي النداء، والرابعة دخول ال، والخامسة هي الإسناد. وتعالى معي لنتعرف على ما قاله العلامة ابن مالك ملخصا ما قلناه، لأن العلماء يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. يعني إذا أردت أن تعرف اللغة العربية، أقصد النحو، فاحفظ ألفية ابن مالك. وكذلك إذا أردت أن تعرف علم التجويد أو علم الميراث أو أي علم من العلوم، فاحفظ المتون التي وضعها العلماء، فإن في هذا تيسير على تحصيل العلم. ماذا قال ابن مالك رحمة الله عليه؟ اسمع معي أيها الأخ الكريم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يقول كلامنا، كلامنا يعني الكلام عند النحاة، لفظ مفيد. لفظ مفيد يعني تركب من كلمتين، مثل الله ربنا، محمد نبينا. أقول العلم نور، المسجد مفتوح، هذا كلام مفيد، هذا يسمى كلاما عند النحاة. ثم أتى بمثال كاستقم. استقم هذه لا تظن أنها كلمة، هي جملة فعلية مكونة من فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت، استقم أنت أيها المخاطب. فهي جملة مفيدة مكونة من فعل وفاعل مستتر. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم اللي هو اسم جمع، أقسامه ثلاثة: اسم وقد تحدثنا عنه منذ قليل، وفعل وإن شاء الله سوف نتحدث عنه بعد قليل، والحرف هو القسم الثالث من أقسام الكلمة. واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده أي الكلم، لأن اسم الجمع هنا يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. أقول مثلا كلم وكلمة، كما أقول مثلا عنب وعنبة. عنبة مفردة، لكن عنب هو اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. أقول عندي تمر وعندي تمرة. واحده يعني المفرد من الكلم، كلمة، كلمة، كلمة مثل كلمة كتاب، مثل كلمة خالد، مثل كلمة محمد، كل هذه كلمة. والقول عام، يعني أن القول يعم الجميع. والقول عام، يعني كل ما ينطق به لسانه فهو قول، سواء كان كلمة أم كلاما أم كلم، كل هذا يطلق عليه قول.
وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد. أحيانا يقصد بالكلمة كلام، فمثلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة، إشارة إلى قول الكافر أو المنافق: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله عز وجل سمى هذا الكلام كلمة، ونحن نقول فلان قال كلمة رائعة، كلمة، ونقصد كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه كلمة كلمة. هذا معنى كلام ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد. نأتي الآن أيها الأحبة إلى أول بيت من أبيات الألفية، ويتحدث فيه ابن مالك عن علامة الاسم. قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف بالجر. بالجر، هذه العلامة الأولى، بالجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتنوين: محمد رسول الله. والنداء: يا نوح اهبط بسلام. وأل: المسجد الحرام. والإسناد: زي قال الله، قال الله، وبأسند القول إلى الله عز وجل. بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، حصل تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف بهذه العلامات الخمس. الآن إن شاء الله عز وجل أنتقل بك أيها الأخ المشاهد الكريم إلى علامات الفعل، فاستمع معي إلى علامات الفعل. العلامة الأولى: العلامة الأولى هي تاء التأنيث، تاء التأنيث. قال تعالى: قالت امرأة العزيز. العلامة الثانية: تاء الفاعل، وتاء الفاعل تنقسم معي إلى ثلاثة أقسام: متكلم، ومخاطب، ومخاطبة. متكلم كقول الله عز وجل حكاية عن عبد نوح: قلت استغفروا ربكم. والمخاطب كقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. المخاطبة: هل قلت شيئا عني يا هند؟ العلامة الثالثة: ياء المخاطبة، مثل: واركعي مع الراكعين. العلامة الأخيرة: نون التوكيد، وهي قسمان: خفيفة وثقيلة. الخفيفة كقول الله سبحانه: لنسفعا بالناصية، لنسفعا. والثقيلة: مثل أكيدن أصنامكم. أيها المشاهد الكريم، انتبه معي. عرفنا منذ قليل العلامات التي تميز الاسم عن الفعل، والآن إن شاء الله عز وجل نتعرف على العلامات التي تميز الفعل. العلامة الأولى هي تاء التأنيث. انظر إلى هذه الآية الكريمة: قالت، هذه تاء التأنيث ساكنة، وتاء التأنيث ساكنة خاصة بالدخول على الفعل الماضي. قالت، إذا كانت التاء متحركة
مختصة بالأسماء زي عائشة وفاطمة، عائشة تو، هذه تأنيث متحركة، فالمتحركة خاصة بالدخول على أسماء زي عائشة وفاطمة وخديجة، إنما تاء التأنيث الساكنة هي أول علامة من علامات الأفعال وتدخل على الفعل الماضي. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة عمران، وهذه التاء لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال. تعال بي، تعال معي إلى العلامة الثانية وهي تاء الفاعل. تاء الفاعل أيها المشاهد الكريم إما أن تكون للمتكلم وتكون عليها ضمة، فقلت استغفروا ربكم، فقلت، إذا سيدنا نوح يتحدث عن نفسه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعض طلبة العلم يلتبس عليه الأمر فأحيانا يخلط في كلامه بين تاء المتكلم وتاء المخاطب. تاء المخاطب يعني خطاب لذكر، اسمع، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت تاء، هذه اسمها تاء مخاطب، كما نقرأ في سورة الفاتحة ونخاطب الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، لاحظ هنا التاء مفتوحة وهذا خطاب لله عز وجل. لو قلت أنعمت يبقى صلاتك بطلت، لماذا؟ لأنك نسبت الإنعام لنفسك وهذا خطأ. نأتي إلى تاء المخاطبة ودائما تكون مكسورة، هل قلت شيئا عني يا هند؟ هل قلت؟ إذا التاء إذا كان عليها ضمة اسمها تاء متكلم، قلت، إذا كان تاء عليها فتحة اسمها تاء مخاطب، قلت، إذا كان تحتها كسرة تبقى مخاطبة، هل قلت؟ وهذه التاءات الثلاث تسمى تاء الفاعل، تسمى تاء الفاعل. إذا عرفنا أن تاء الفاعل أقسامها ثلاثة، متكلم تو، مخاطب تاء، مخاطبة تي. ويمكنك أيها الأخ الكريم أن تأتي بأمثلة من نفسك، يعني إذا قلت مثلا صليت العصر هذه تسمى تاء متكلم، إذا قلت لابنك أو لأخيك هل صليت العصر فهذه تسمى تاء مخاطبة، إذا قلت لابنتك هل صليتي اسمها هذه تاء مخاطبة يعني الأنثى. والثلاثة مختصة بالدخول على الفعل الماضي فقط، إذا تاء التأنيث وتاء الفاعل يدخلان على الفعل الماضي. تعال معي إلى العلامة الثالثة وهي ياء المخاطبة. ياء المخاطبة يعني خطاب لأنثى، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شوف اركعي هذا خطاب لأنثى، هذه تسمى عندنا في علم النحو ياء المخاطبة أو ياء الفاعلة، يعني هي خطاب لأنثى. فأنت إذا أردت أن تخاطب ابنتك قل لها مثلا ذكري الدرس، افهميني الدرس، سبحي باسم ربك، هذه اسمها ياء مخاطبة. ياء المخاطبة هذه تختص بالدخول على فعل الأمر كقول الله سبحانه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وتدخل على الفعل المضارع كقولك يا زينب هل تقرأين الدرس، هل تحفظين القرآن، هذه اسمها ياء مخاطبة تدخل مضارع أيضا. نأتي إلى العلامة الأخيرة أيها الأحباب وهي نون التوكيد. نون التوكيد هذه تدل على توكيد الفعل وتنقسم لقسمين، مخففة ومثقلة أو مشددة. المخففة كقول الله سبحانه حكاية عن امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن، ليكونن هذه مخففة، لكن ليسجنن هذه مشددة. وقال الله عز وجل حكاية عن سيدنا إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم، انظر إلى هذه النون واسمعها جيدا، أكيدن
تجدها نون مشددة. أما المخففة مثل تنسف عن بالناصي، تنسف عن، هذه نون مخففة. فسواء كانت مخففة أو مشددة فهي تلحق الفعل المضارع. وأيضا تدخل على الأمر، أقول يا فلان اجتهدن أو ذاكرن. هذه العلامات الأربع تكون خاصة بالفعل. ابن مالك رحمة الله عليه لخصها في بيت واحد في ألفيته فقال: بتا فعلت، أصلها بتا، وطبعا حذفت الهمزة لضرورة الشعر، جعل الكلمة مقصورة مش ممدودة. قال بتا، أصلها بتا، حذفت الهمزة لضرورة الشعر. بتا فعلت، وأتت، ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني ينجلي الفعل ويظهر بهذه العلامات الخمس. بتا فعلت إشارة إلى تاء الفاعل، ونقصد بتاء الفاعل إما متكلم وإما مخاطب وإما مخاطبة. وأتت يقصد بها تاء التأنيث زي قالت أو ذهبت أو نجحت. ويفعلي زي اقنتي واسجدي واركعي، وهي أخرى وقري كلي واشربي وقري عينا. نون أقبلن زي تالله لأكيدن، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. فعل ينجلي، إذا ينجلي الفعل ويظهر بتاء فعلت أي تاء فاعل، وأتت أي تاء التأنيث، ويفعلي أي ياء المخاطبة، ونون أقبلن أي نون التوكيد. فالآن تستطيع أيها الأخ الكريم أن تفرق بين الأسماء وبين الأفعال إذا ما اطلعت على القرآن الكريم وتصفحت في آيات القرآن ونظرت إليها، تستطيع إن شاء الله أن تميز بين الاسم والفعل، وأن تبين أي العلامات التي دخلت في الأسماء ودخلت في الأفعال. والآن أريد أن أتحدث معك عن القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف. الحرف لا يقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تأمل إلى كلمة من وإلى، فهما حرفان من حرف الجر. من هذه من حرف جر، حرف الجر هنا لا يقبل أي علامة من العلامات التسع التي مرت علينا. العلامات التسع اللي هي خمس للأسماء وأربع للأفعال، هذه علامة تسع لا يقبلها الحرف. الحرف لا يقبل، لا يقبل التنوين مثلا أقول مين، لا يقبل النداء أقول يا منو، لا يقبل هذا. ولا يقبل أي علامة من علامات الأفعال، أقول منت، ولا تاء الفاعل منتو، ولا المخاطبة، ولا نون التوكيد. ولذلك يقول العلامة الحريري: والحرف ما ليست له علامة. فقس على قولي تكن علامة، يعني كثير العلم. والحرف ما ليست له علامة، يعني أي أنه لا يقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا أي علامة من علامات الأفعال. وابن مالك رحمة الله عليه قال في نصف بيت في الألفية: سواهما الحرف، سواهما يقصد الفعل، الحرف. ثم أتى بثلاثة أمثلة للحروف، قال هل وفي ولم. وقد يقول قائل: السبب أن ابن مالك رحمة الله عليه أتى بهذه الحروف الثلاثة، أتى بهل وفي ولم. السر في هذا يريد أن يبين لك أن الحروف ليست كلها واحدة، فهناك حروف مختصة بالدخول على الأسماء مثل في، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه تدخل على الأسماء فقط. وهناك حروف تدخل على الأفعال مثل لم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهناك حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال كهل
أقول مثلا هل حضر محمد؟ هل محمد حاضر؟ أهو هل حضر محمد؟ هل محمد حاضر؟ فتأمل تجد أن هل مرة دخلت على الفعل ومرة دخلت على الاسم، فإذا هو حرف مشترك، مشترك بين الأسماء والأفعال، لكن في لا تدخل إلا على الأسماء، وفي السماء رزقكم، أقول جلست في الفصل وجلست في المسجد وفي الدار، لم تدخل على الأفعال فقط. إذا ابن مالك رحمة الله عليه كان دقيقا في تعريفه. خلاصة هذا الأمر أو هذه الوحدة التي قلتها لكم أيها الأحباب أن الكلمة في علم النحو أقسامها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم يتميز عن الفعل بخمس علامات: العلامة الأولى هي الجر، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعلامة الثانية هي التنوين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أو كلمة منونة. إن أرسلنا نوحا، أي كلمة منونة. فالتنوين علامة من علامات الأسماء. العلامة الثالثة هي نداء: يا نوح، يا آدم، يا لوط، يا صالح، يا إبراهيم. كل هذه كلمة مناداة، ونداء يدخل على الأسماء. وأما العلامة الرابعة هي دخول ال، مثل المسجد، الحرام، المسجد، الأقصى، المدينة، المنورة. كل هذه أسماء بدخول ال عليها. العلامة الأخيرة هي الإسناد، يعني الإخبار، يعني تسند الفعل إلى الفاعل. أقول جاء الأستاذ، جاء فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، لكن لا يجوز لك أن تقول جاء مشى أو جاء قام، هذا لا يجوز. فالفعل يسند إلى اسم وهو الفاعل، كما أن الخبر يسند إلى مبتدأ، وهذا هو المقصود بكلمة الإسناد. وهذه العلامة هي أنفع العلامات الاسم، لأن الضمائر لا تقبل إلا الإسناد. أقول مثلا سمعت الله يقول، سمعت، عندما أقول سمع محمد أقول سمعت، سمعت. فالتاء وهي ضمير متصل مبني على الضم، العلامة التي تميز أنها من الأسماء هو الإسناد، أسندتنا الفعل إليها. ربنا سمعنا وأطعنا، فناء هذه اللي تدل على الفاعلين لا تقبل من العلامات إلا الإسناد، يعني إسناد الفعل إليها. والعلامة ابن مالك قال عن هذه العلامات: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. ثم انتقل إلى علامات الفعل وقال: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحرف، وأخبرنا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف مشترك، وحرف مختص بالأسماء، وحرف مختص بالأفعال بالحروف. فقال: وحرف مختص بالأفعال، قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم. سواهما يعني سوى الاسم والفعل. الحرف وهو القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو ينقسم معنا إلى ثلاثة أقسام: حرف مشترك، وحرف مختص بالأسماء، وحرف مختص بالأفعال. وأريد منك أيها الأخ الكريم أن تتابع معي الآن إلى الدرس الثاني من دروس هذا العلم الذي يساعدك بمشيئة الله عز وجل على فهم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تحدثنا عن أقسام الكلمة، وقلنا إن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، يعني إذا قلنا مثلا جاء محمد، كلمة محمد تدل على معنى، يعني هذا الشخص سمي بهذا الاسم، لكن ليس له زمن، لا يدل على زمن فيما مضى، ولا زمن في الحال، ولا زمن في المستقبل. وأي كلمة هي اسم تدل على معنى وليس لها زمن، بعكس الفعل
الفعل يدل على معنى في نفسه، لكنه مقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة: المضي والحال والمستقبل. فمثلا إذا قلنا أكل محمد التفاحة، أكل فعل ماضي، هذا الفعل يدل على حدث، على معنى وهو الأكل، وهذا المعنى حدث فيما مضى. محمد يأكل التفاحة، كلمة يأكل فعل مضارع، هذا الفعل له معنى وله حدث، له حدث يعني معنى وله زمن. فمعناه عندما نقول محمد يأكل، المعنى هو الأكل، الحدث الذي يحدث، والزمن الذي يدل عليه الحال، يأكل التفاحة الآن. إذا أتينا بفعل أمر كل التفاحة يا محمد، وتدل على معنى وهي الأكل وهو الحدث، وهذا الحدث يحدث في المستقبل. أما الحرف يدل على معنى في غيره وليس في نفسه، اسمع معي إلى قول الله سبحانه في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. فمن هنا حرف جر يفيد الابتداء، يعني بداية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى تفيد الانتهاء، يعني نهاية الإسراء كانت إلى المسجد الأقصى. فالحرف يدل على معنى في غيره. أقول مثلا: حضرت من البيت وذهبت إلى الجامعة. حضرت من، لو وقفت على كلمة من لا تدل على معنى، لابد أن تقول حضرت من البيت، فيتدل على معنى في غيرها، يعني الحضور كان من البيت. وذهبت إلى الجامعة، إذا قلت ذهبت إلى وسكت، فإلى لا تدل على معنى في نفسها، لابد أن تدل على معنى في غيرها. الآن أكمل لك أيها المشاهد الكريم الدرس، فاسمع معي لما أقول، وفقنا الله وإياك. الفعل وهو الابن الثاني من أبناء الكلمة ينقسم معنا إلى ماض ومضارع وأمر. ماض، ما تعريفه؟ هو ما دل على حدث فيما مضى، شيء حدث وانتهى، مثل سافر محمد، قرأ محمد الدرس، هذا يسمى فعل ماضي. الفعل الماضي إذن ما دل على حدث فيما مضى. وهناك فعل ماضي زمنه المستقبل، وهذا يكون في ألفاظ النكاح والبيوع. إذا قلت لك مثلا: زوجتك ابنتي، أو بعتك سيارتي، فهذا فعل ماضي لكن زمنه المستقبل. وهناك فعل ماضي يشمل جميع الأزمنة: وكان الله غفورا رحيما، يعني كان ولا يزال. فإذا قلت كان فعل ماضي ولفظ الجلالة اسم كان، فكان هنا التي دخلت على لفظ الجلالة تشمل جميع الأزمنة، كان ولا يزال، حتى لا يعترض عليك معترض. الفعل الماضي وهو الابن الأول من أبناء الفعل له علامة تميزه عن المضارع وعن الأمر. علامته أن يقبل إحدى التائين، إما تاء التأنيث قالت امرأة العزيز، أو يقبل تاء الفاعل فقلت استغفروا ربكم. هذه علامته التي يتميز بها عن المضارع والأمر، فدائما الماضي يقبل تاء التأنيث. بعض طلبة العلم للأسف الشديد أحيانا يخطئ بين الماضي والمضارع، فلنقول له: إذا أردت أن تعرف الكلمة الموجودة أمامك أهي فعل ماضي أم مضارع؟ إن قبلت تاء التأنيث إذن هي فعل ماضي قطعا. قال أقول قالت، وحضر أقول حضرت. قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. طيب، ما حكمه؟ حكم الماضي البناء. قد يقول واحد من طلاب الأعزاء: ما معنى كلمة مبني؟ وهل هناك فرق بين المبني والمعرب؟ أقول نعم، المعرب هو تغيير آخر الكلمة لتغير موقعها في الجملة. فمثلا اسمع معي، إذا أتيت لك بمثال أقول مثلا:
جاء محمد ورأيت محمدا وسلمت على محمد. تأمل كلمة محمد في الأولى، نجد أنها مرفوعة علامة رفع الضمة الظاهرة، في الثانية منصوبة لأنها مفعول به منصوب، وفي الثالثة مجرورة. الكلمة إذا تغيرت، تغيرت لتغير موقعها في الجملة. أي كلمة تتغير تسمى معربة. الإعراب هو التغيير والإبانة والإفصاح. قال صلى الله عليه وسلم: الأيم تعرب عما في نفسها، يعني تفصح. الأيم يعني الثيب التي سبق لها الزواج، إذا أرادت أن تتزوج لابد أن تفصح وتبين رغبتها. إذا أي كلمة يتغير شكل آخرها تسمى معربة. الآن في يدي قلم، أقول هذا قلم، اشتريت قلما، كتبت بقلم، إذا الكلمة تغيرت هذه معربة. في القرآن الكريم: محمد رسول الله، نسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، وفي التحيات نقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة محمد تغيرت فهذه تسمى كلمة معربة. البناء عكس الإعراب، البناء ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة. مثلا اسمع معي إلى هذا، إذا قلت هؤلاء، هؤلاء مؤمنون، إن هؤلاء مؤمنون، سلمت على هؤلاء. لاحظ كلمة هؤلاء في الأمثلة الثلاثة لم تتغير، هؤلاء مبتدأ، والمبتدأ نعرف أنه مرفوع لكن هنا مبني على الكسر، لأنه لا يجوز أبدا أن أقول هؤلاء، لا يجوز هذا أبدا، ولا يجوز أن أقول هؤلاء إذن هذه الكلمة كلمة مبنية على الكسر، وهناك أسماء تبنى على الفتح. أقول كيف أنت، اسم استفهام مبني على الفتح. أقول أين بيتك، أين، أيضا اسم استفهام مبني على الفتح. وهناك أسماء تبنى على الضم، فإذا أفضتم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث، أو ظرف مبني على الضم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن، أو ضمير مبني على الضم، لا أقول نحن أو نحني. فالأسماء، هناك أسماء مبنية على الضم، هناك أسماء مبنية على الفتح، هناك أسماء مبنية على الكسر، وهناك أسماء مبنية على السكون. كم، كم، أو اسم استفهام مبني على السكون. أقول كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من اسم شرط جازم مبني على السكون، من بعد السكون النون ساكنة. إذا المبني هو ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة، يعني لا تتغير مهما تغيرت في الجملة فهي لا تتغير. فلننظر: إن هؤلاء، معروف إن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر ومع ذلك لم تتغير، إن هؤلاء، سلمت على هؤلاء. إذا المبني، البناء هو ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة. بعد أن عرفنا أيها الأخ الكريم معنى المعرب ومعنى المبني، نريد الآن أن نطبق هذا على جميع الأفعال الموجودة أمامنا الآن. الفعل الماضي حكمه البناء، يعني دائما مبني، دائما هو مبني، لكن له أحوال في البناء. الأصل فيه أنه يبنى على الفتح في ثلاثة مواضع، وقد يخرج من الفتح إلى السكون أو الضم. تعال معي لنعرف المواضع التي يبنى فيها على الفتح. الموضع الأول: إذا لم يتصل بآخره شيء، مثل سمع الله لمن حمده، سامع، سامع، فعل ماض مبني على الفتح. قال الله إني معكم، قال، فعل ماض مبني على الفتح. خلاص، إذا إيه، عرفنا الآن متى يبنى على الفتح. إذا لم يتصل بآخره شيء، ما هو الشيء الذي يتصل به؟ قد يكون هذا متصل به، مثلا
واو جماعه، اقول قالوا. نلاحظ ان هنا بني على الضم لاتصال واو الجماعه قالوا، لكن قال مبني على الفتح لعدم اتصاله، لعدم اتصال اخره بشيء. وقد يبنى على الفتح المقدر مثل اقول محمد سعى الى الخير ودعا ربه، فهذا فعل معتل الاخر بالالف فالفتحه مقدره. طيب اذا اتصلت به الف الاثنين اقول قال ربنا ثنتين واحدتين اثنين قال، وفي القران الكريم قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال اي ادم عليه السلام ومؤمنه حواء قال، فهذه الف الاثنين. اقول الرجلان كتبا الدرس، قال لاحظ اللام مفتوحة يبقى مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين. أو اتصل به تاء التأنيث قالت، لاحظ أيضا اللام مفتوحة يبقى ده فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. إذا عرفنا الآن المواضع التي يبنى فيها الفعل الماضي على الفتح. وأنت أيها الأخ الكريم لست في حاجة إلى حفظ هذه الأشياء، تكلم واسمع نفسك. إذا قلت مثلا سمع الله لمن حمده، سمع والفعل ماض مبني على الفتح. طيب الرجلان سمعا الحديث، سمعا أيضا فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين. زينب سمعت، سمعت عا، لا تقل فعل ماض مبني على السكون، هذه تاء التأنيث، لكن هو الفعل الماضي آخره عين، آخره عين يبقى مبني على الفتح. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع. رفع يعني لابد أن يكون فاعل، متحرك الضمائر المتحركة نقصد بها تاء الفاعل، قلت، ناء الفاعلين، قلنا، نون النسوة، وقلنا قولا معروفا. هذه تسمى ضمائر رفع متحركة. لكن بعبارة أبسط وأوضح يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل، فقلت، لاحظ اللام ساكنة، فقلت اللام ساكنة. إذا اتصل به ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، قلنا ربنا سمعنا وأطعنا، سمعنا قلنا. إذا اتصل به نون النسوة قال تعالى وقلنا قولا معروفا، لكن قلنا هنا فعل أمر مبني على السكون. لكن إذا قلت الفتيات كتبنا الدرس، كتبنا الدرس، الفتيات كتبنا الدرس، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وهذه تسمى نون النسوة. طبعا امرأة العزيز عندما أتت بالنسوة شهدنا ببراءة يوسف وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. إذا الآن عرفنا متى يبنى الفعل الماضي على السكون في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا اتصل بتاء الفاعل أقول مثلا أنا صليت أو أنا قرأت الدرس، قرأت الهمزة ساكنة، ونحن قرأنا، والنسوة أو الفتيات قرأنا. يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، أقول الرجال كتبوا وقالوا وسمعوا. إذا عرفنا الآن بفضل الله أن الفعل الماضي تعريفه ما دل على حدث فيما مضى، هذا هو الأصل فيه، وعلامته التي تميزه عن المضارع وعن الأمر هو أنه يقبل تاء التأنيث زي قالت، يعني ليس بالضرورة أن تكون في تاء التأنيث لكنه يقبل تاء التأنيث. قال أقول قالت، وقرأ أقول قرأت، كل كلمة تقبل تاء التأنيث هي فعل ماضي قطعا. حكمه هل هو معرب ولا مبني؟ لا، هو دائما مبني، وأحوال بنائه ثلاثة، إما أن يبنى على الفتح، وإما أن يبنى على السكون، وإما أن يبنى على الضم، وعرفناها بالأمثلة منذ قليل.
والآن أريد أن أنتقل سريعا إلى الابن الثالث من أبناء الفعل وهو الأمر، ونرجم الحديث قليلا عن المضارع لطول الحديث عنه. الأمر يتميز أولا، ما هو الأمر؟ الأمر ما دل على حدث في المستقبل أو بتعبير أدق هو طلب الأمر، طلب حدوث شيء في المستقبل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كل هذه أفعال تدل على الأمر. علامته شيئان: أولا الدلالة على الطلب، ثانيا قبول ياء المخاطبة مثل اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، هذه هي العلامة. حكمه البناء كأخيه الماضي دائما، وأحوال بنائه ثلاثة: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، صحيح الآخر مثل أقم الصلاة أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فسبح باسم ربك العظيم. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ادعو إلى سبيل ربك، وقال تعالى: إذا أتينا بمثال نقول مثلا: اسعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبنى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين اذهبا إلى فرعون، واو الجماعة ادخلوا مصر، ياء المخاطبة اركعي مع الراكعين. تعالى أيها المشاهد الكريم لنتعرف على ما قلناه الآن. الأمر هو الابن الثالث من أبناء الفعل، وتعريفه طلب حدوث شيء في المستقبل. شوف: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذن القراءة تأتي من النبي في المستقبل، فسيدنا جبريل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، لكن هذا في المستقبل. فسبح باسم ربك العظيم، كل هذا فعل أمر يحدث في المستقبل، يبقى هو طلب حدوث شيء في المستقبل. العلامة التي تميزه عن أخويه الماضي والمضارع شيئان: الدلالة على الطلب، يا بني نعم أقم الصلاة،
وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كل هذه أوامر من الأب لابنه. إن كان هذا الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لا تقل فعل الأمر، قل فعل دعاء، فأتوب مع الله عز وجل. حكمه، هل هو معرض؟ أهو معرض أم مبني؟ هو دائما مبني، لكن له ثلاثة أحوال في البناء تماما مثل الماضي. الحالة التي الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، وكل الحروف الهجائية صحيحة ما عدا ثلاثة، الألف والواو والياء. مثلا دعا، هذا معتل بالألف. يدعو، معتل بالواو. يمشي، معتل بالياء. فإذا كان الفعل معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة. شوف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو، هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو. كيف عرفنا أن المحذوف واو؟ الضمة الموجودة على العين. طيب، اسعى، اسعى، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة تدل على المحذوف ألف. امشي إلى المسجد، امشي أو صلي. بعض طلبة العلم أو بعض الناس يخطئ عندما يكتب كلمة صلي، يكتبها هكذا صلي، وهذا خطأ. ينبغي أن يقول صلي بلام مكسورة مشددة، بلام مكسورة، لأن هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلم. فإذا فعل الأمر، القاعدة تقول الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان المضارع مجزوما بالسكون فالأمر يبنى على السكون. أقول محمد لم يقرأ، يا محمد اقرأ. طيب، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، أقول امشي فإنه يبنى على حذف حرف العلة. المرحلة الثالثة يبنى على حذف حرف العلة، على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين. تأمل معي واسمع قول الله سبحانه مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، أصلها الرجلان يذهبان، وهذا يسمى إن شاء الله فيما بعد سوف نعرفه الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، مثل الرجلان يذهبان، أو الجماعة الرجال يذهبون، أو يا المخاطبة أنت يا زينب تذهبين. كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة إذا أتينا بالأمر فإن الأمر يبنى على حذف حرف العلة. شوف، اذهبا إلى فرعون، ادخلوا مصر، فعل أمر مبني على حذف النون، أصلها الرجال يدخلون. وكلوا واشربوا، كلوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصال الواو الجماعة. يا مريم اقنتي لربك، واسجدي واركعي، أصلها أنت تركعين وتسجدين وتقنطين. فإذا أتينا فعل الأمر حذفنا إيه؟ النون. إذا فعل الأمر علامته شيئان: الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة. تقول لابنك ذاكر، وتقول لابنتك ذاكري. تقول لابنك اقرأ الدرس، وتقول لابنتك اقرأي. هذه العلامة. وقلنا حكم البناء، لكن أحوال بناء ثلاثة. إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فسبح باسم ربك العظيم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر: ادعو، معتل بالواو، يبنى أحذف الواو. اسعى أو اخشى، يبقى مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. امشي مبني على حذف حرف العلة وهو الياء. الآن انتهينا بفضل الله. أي بقي أن نقول إن فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين، كقول الله سبحانه: اذهبا إلى فرعون، أو واو الجماعة، وادخلوا مصر،
كلوا واشربوا، يبنى على حذف النون أيضا إذا اتصل بها المخاطبة. نكون بهذا انتهينا بفضل الله من فعل الأمر. قال عنهما ابن مالك: وفعل أمر ومضي بنيا. تأمل معي أيها الأخ الكريم، قال العلامة ابن مالك عن الماضي وعن الأمر، يقول: وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفث. وفعل أمر ومضي بنيا، ماذا يقول لنا ابن مالك رحمة الله عليه؟ يقول: وفعل أمر وكمان ومضي بنيا، يعني أن الماضي دائما مبني والأمر كذلك دائما مبني، هذا معنى كلامه. وفعل أمر ومضي بنيا. بقي أن نتحدث عن المضارع وهو الابن الأوسط من أبناء الفعل. أولا، ما هو المضارع؟ المضارع ما دل على حدث في الحال أو المستقبل، دل على حدث يعني شيء يحدث. أقول: الأستاذ يشرح الدرس الآن، سوف يشرحه غدا. فالمضارع له زمنان، الحال أو المستقبل. ما هي العلامة التي تميزه؟ دخول لم. أقول: الأستاذ لم يشرح الدرس، لم يكتب الدرس. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسمع إلى هذا الفعل: لم يلد. يبقى يلد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون. إذا علامة المضارع أن يقبل لم. أذكرك، ما هي علامة الماضي؟ ما هي علامة الماضي؟ القبول تاء التانيث. ما هي علامة الأمر؟ الدلالة على الطلب وقبول المخاطبة، مثل إركعي واسجدي. أما المضارع فهو يقبل لم. إذا أردنا أن ندخل علامة المضارع على الماضي لأقبلها، يعني مثلا كلمة كتب، كتب، لا أستطيع أن أقول لم كتب. طب يكتب، لا أستطيع أن أدخل عليه تاء التانيث وأقول يكتبت، لا يجوز هذا. إذا كل له علامة تميزه عن أخيه. بعد أن عرفنا علامة المضارع، نأتي إلى شيء مهم قد يأتي في ذهن الطالب أو الدارس. يقول: أنا أعرف أن كلمة ماضي، ماضي يعني دلت على حدث فيما مضى، أمر يعني هناك آمر ومأمور، إنما معنى كلمة مضارع؟ أقول له: المضارعة معناها المشابهة في اللغة. فالمضارع يشبه اسم الفاعل. فإذا قلنا مثلا كلمة يضرب، يضرب، ضارب، تأمل معي أيها الأخ الحبيب إلى هاتين الكلمتين: يضرب فعل مضارع، ضارب اسم فاعل، بينهما شبه لفظ يعني في الحركات والسكنات. هذه فتحة سكون كسرة ضمة، فتحة سكون كسرة ضمة. إذا هناك شبه بينهما، شبه بين الفعل المضارع واسم الفاعل. هذا الشبه كجهاد سمي مضارعا، يعني ضارع ابن عمه، ضارع ابن عمه وهو الاسم. لأجل هذه المشابهة هو الوحيد الذي يعرب. معنى يعرب يعني شكل آخر هي تغير. يعني يمكن أقول محمد يقرأ الدرس، محمد لن يقرأ
الدرس لم يقرأ الدرس. انظر إلى كلمة يقرأ في المثال الأول مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة، في المثال الثاني منصوب لأنه مسبوق بلن أداة نصب، في المثال الثالث ملزوم لسبقه بآلات الجزم لم، فهنا تغير، إذن هو معرب. لكن متى يعرب؟ يعرب إذا لم تتصل به نون توكيد مباشرة أو نون نسوة، نون توكيد. فإذا اتصل به نون التوكيد أيها الأخ الكريم فإنه يبنى على الفتح. أنا قلت لك منذ قليل كلمة أقرأ هذه فعل مضارع، أو نقرأ فعل مضارع بدأ بالنون، أو أنت تقرأ فعل مضارع بدأ بالتاء، أو هو يقرأ فعل مضارع بدأ بالياء، وهذه تسمى حروف أنيت. هذا الفعل مرفوع، إذا أردنا أن نبنيه على الفتح أقول والله لأقرأن الدرس، والله لأقرأن، أقرأن. لاحظ الهمزة فتحت، هذا فعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. قال الله عز وجل تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله لأكيدن. تأمل يا طالب العلم، لأكيدن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، إذا حذفت هذه النون فإن الفعل يعرب، وأكيد كيدا، وأكيد إذا اتصل به نون التوكيد اتصال مباشر، معنى اتصال مباشر يعني لا يوجد فاصل بين النون وبين الحرف الأخير من الفعل، فإن فصل بينهما بفاصل والفاصل واحد من ثلاثة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. يعني مثلا إذا قلت الرجلان يكتبان الدرس، يكتبان. لاحظ أن الفعل كان آخر يكتب، فوصل بين نون التوكيد وبين الفعل بفاصل وهو ألف الاثنين، يكتبان. قال تعالى ولا تتبعاني، وإذا هذا فعل معرب لأنه فصل بين نون التوكيد وبين الفعل بفاصل وهو ألف الاثنين، وقد يكون الفاصل واو الجماعة. ولا يصدنك، ولا يصدنك هذه نون مشددة، هي نون توكيد لكن فصل بينها وبين الفعل بواو الجماعة. فإما ترين من البشر أحد، فإما ترين هذه هي المخاطبة خطاب لمريم عليها السلام، والنون من التوكيد فحصل فاصل ابن مالك رحمة الله عليه، وأعربوا مضارعا إن عريا، يعني عريا يعني كان خاليا من نون التوكيد ومن نون النسوة، عاريا خاليا من نون التوكيد، نون توكيد مباشر يعني بد أن تباشر النون، ومن نون إناس إذا اتصل به النسوة فإنه يبنى على السكون. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، هذه اسمها نون النسوة. لو أنك حذفت هذا النون لأعرب الفعل، أقول الأم ترضع ابنها، الأم لن ترضع ابنها منصوب، الأم لم ترضع إذا هو مجزوم. فالفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل به النسوة، والمطلقات يتربصن، والوالدات يرضعن يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فإذا لم تتصل بفعل نون نسوة أو نون توكيد فهو معرب، يعني شكل آخره يتغير، شكل آخره يتغير. أقول الأستاذ يشرح الدرس، لن يشرح، لم يشرح. وهذا معنى كلام ابن مالك، قال
وفعل أمر ومضي بني، يعني أن الفعل الماضي دائما مبني، وكذلك الأمر. وأعربه مضارعا إنعريا، يعني هذا الفعل معرب، يعني شكله آخره متغير في كلام العرب، لكن بشرط إنعريا، يعني إن كان خاليا، فالعاري هو الخالي من ملابسه، هنا يكون عاريا يعني خاليا من نون توكيد مباشر. أي فعل لم تتصل به نون نسوة أو نون توكيد فهو معرب. أقول والله يقول الحق وهو يهدي، والله يقول، إذا هو ذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر. وأعربه مضارعا إن عريا، يعني كان خاليا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث زي مثل والدته الرعنة. ثم أتى بمثال قال كيا رعنة، يعني مثل يا رعنة من فتن. يا رعنة يعني هذه نون نسوة، يعني الفتيات يرعنا أو يرعنا يعني يخفنا من فتن بهن الروع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع اللي هو الخوف. يبقى عرفنا الآن الفعل بينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. الماضي دائما مبني وأحوال بنائه ثلاثة كما عرفنا، والأمر دائما مبني وأحوال بنائه ثلاثة، لكن المضارع هو الوحيد الذي له حالتان: حالة إعراب وحالة بناء. يبنى على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد مباشرة، والله لأذاكرن الدرس. يبنى على السكون إذا اتصل به النسوة، الفتيات يذاكرن. إذا لم تتصل به النسوة أو نون توكيد فهو معرب، يعني شكل آخره يتغير. أعتقد الآن الأمر واضح في الأفعال الثلاثة، ونريد الآن أن نطبق تطبيقا عمليا أيها الأحبة، لأن التطبيق فائدة كبيرة إن شاء الله لطالب العلم. نأتي ببعض الآيات القرآنية ونريد أن نستخرج منها الأفعال والأسماء والحروف، ونبين العلامة، ثم نبين إذا كان هذا الفعل معرب أم مبني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تعال أيها الأخ الكريم واسمع معي الآن، ماذا نريد؟ نريد أن نستخرج الأسماء والأفعال والحروف.
لنبدأ بالأسماء. أولا رب هو اسم، والعلامة الموجودة فيه الإضافة، لأن الإضافة علامة من علامات الأسماء، وقبل الإضافة كالاسم منون، أقول رب، رب، رب غفور، رب. إذا حذف التنوين أضيفت الكلمة إلى كلمة أخرى، والمضاف قد يكون ضميرا كما في هذه الآية، وأوحى ربك، هنا ضمير كاف المخاطب يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مضاف اسم، أقول رب العباد أو رب الناس. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس. طيب، الضمير أيضا من الأسماء، والعلامة التي تميز الضمائر هي الإسناد كما قلت. إلى النحل، أولا كلمة النحل اسم، والعلامة الموجودة فيها دخول ال، وأيضا الجر. أن اتخذي من الجبال بيوتا، الجبال اسم، والعلامة التي تميزه دخول ال ودخول حرف الجر في الجر والتنوين والندى وال. بيوتا العلامة الموجودة فيها التنوين. ومن الشجر، الشجر اسم والعلامة دخول ال وأيضا الجر. ومما يعرشون، طبعا ما اسم موصول بمعنى الذي، وعرفنا اسميته بدخول من هنا دخلت على الاسم، يعني ومن الذي يعرشونه. ثم كلي من كل الثمرات، كلي اسم مجرور بمن، والثمرات اسم معرف بأل. فاسلكي سبل ربك، سبل ربك، سبل، سبل أيضا هي اسم. وطبعا حذف منها التنوين لإضافتها إلى كلمة رب. ذللا اسم لأنها منونة، والتنوين علامة من علامات الأسماء. يخرج من بطونها، بطون اسم مجرور بمن، وها ضمير، والضمائر كلها مبنية وكلها أسماء. شراب هو اسم لأنه منون. مختلف اسم لأن الموجود العلامة الموجودة فيه التنوين. ألوانه، ألوان اسم، أقول ألوان لما أضيفت الهاء حذف التنوين. فيه شفاء، فيه حرف الجر دخل على الضمير، والضمائر كما قلت كلها أسماء. شفاء اسم، والعلامة الموجودة فيه التنوين. للناس، الناس اسم لأنه جر بحرف الجر لله. طبعا الحروف كثيرة إلى حرف جر، وأن ذا حرف تسمى أن المفسرة لأنها فسرت الوحي. وأوحى ربك إلى النحل، يعني بأي شيء أوحيت رب النحل، أن اتخذي، هذه تسمى أن المفسرة، تفسر الجملة التي قبلها. من حرف جر، ومن أيضا هنا حرف جر، وثم حرف عطف، ومن حرف جر، وفي حرف جر، واللام حرف جر. كل هذه الحروف العلامة التي تميزها أنها لا تقبل أي علامة من علامات الأسماء أو أي علامة من علامات الأفعال. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. ناتي إلى الأفعال. أوحى، هذا فعل ماضي أيها الأحباب. كيف عرفنا أنه فعل ماضي؟ لأنه يقبل تاء التأنيث. أقول مثلا زينب أوحت إلى أختها بكذا، أوحت، وقلت كل كلمة تقبل تاء التأنيث فهي فعل ماضي قطعا، لكن هذا الفعل مبني على الفتح المقدر لأن آخره ألف، أوحى، فالفتحة لا تظهر، مثل دعا وسعى، فهذا فعل ماضي وعلامته قبول تاء التأنيث. أقول فلان أوحت، حكمه أنه مبني على الفتح لكن الفتح المقدر. طيب، أن، هذا أن، لا خلاص ده احنا ندخل الآن في الأفعال. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، اسمع، اتخذي، هذا فعل أمر.
كيف عرفت أنه فعل أمر؟ أنا قلت لك إن الأمر له علامتان، الدلالة على طلب، يا فلان اتخذ لك صاحبة، اتخذ، ويبقى ياء المخاطبة، اتخذي، هذه تسمى ياء المخاطبة، والمخاطبة هنا هي النحو أو النحو، جماعة النحو، اتخذي من الجبال بيوتا. طيب عرفنا أن هذا فعل أمر، ماذا حكمه؟ ما حكمه؟ أنا قلت لك أيها الأخ الكريم، أي فعل أمر اتصل به ألف الاثنين، مثل اذهبا إلى فرعون، اتصل به والجماعة، ادخلوا مصر، كلوا واشربوا، فإنه في هذه الحالة أيضا إذا اتصل به ياء المخاطبة، مثل اقنتي واسجدي واركعي، وأيضا وكلي واشربي وقري عينا، كل هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. كل أمر اتصل به ألف الاثنين، يعني أنت تأمر اثنين اذهبا ادخلا، أو أمرت جماعة ادخلوا، أو أمرت واحدة تقول ادخلي، فإنه يبنى على حذف النون. إذا اتخذي فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. طيب يعرشون، لاحظ ان هذا الفعل هو فعل معرب، معنى معرب يا بني انه شكل اخره يتغير. لماذا؟ لانه لم يتصل به نون نسوة او نون توكيد، لو اتصل به نون النسوة يبقى يبنى على السكون. الفتيات اقول يقرأن ويذاكرن، واذا اتصل به نون التوكيد فانه يبنى على الفتح، لكن إذا لم تتصل به نون نسوة أو نون توكيد فهو معرب، فهذا فعل مرفوع لأنه لم يسبق بأداة نصب أو جزم. علامة الرفع هي النون، وإن شاء الله سوف نعرف هذا الدرس فيما بعد، ويسمى الأفعال الخمسة، وهي ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. أصلا قال أقول مثلا النحل يعرشوا، يعرشوا، تمشي الضمة تأتي مكانها ثبوت النون، إذا الأفعال هذه ترفع بثبوت النون. إذا هذا فعل مضارع معرب. كلي مثل اتخذي، بالضبط لا فرق بينهما. كلي مثل اتخذي. اسلكي أيضا فعل أمر مثل اتخذي بالضبط. ما حكمه؟ هو فعل أمر مبني على حذف اللي هي حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة التي قلناها. يخرجوا، تنبه معي كلمة يخرجوا. يخرجوا، ما حكم هذا الفعل؟ هل هو ماضي؟ لا، هو فعل مضارع. ما علامته؟ يقبل لم، أقول لم يخرج. كل فعل يقبل لم نعرف أنه فعل مضارع. هذا الفعل الموجود أمامك الآن في هذه الآية معرب؟ أهو معرب أم مبني؟ لا، هو معرب. معرب لماذا؟ لأنه لم تتصل به نون نسوة أو نون توكيد، يبقى إذن هو معرب. معنى معرب يعني شكل آخره يتغير. أقول مثلا يخرج من بطونها، لم يخرجا، لم يخرج، إذا هو معرب يعني متغير. إذا عرفنا بفضل الله الآيات الموجودة، أقصد الأفعال والأسماء والحروف الموجودة في هذه الآية الكريمة، ويمكنك أيها الأخ الكريم أن تطبق هذا تطبيقا عمليا، يعني تستقرأ القرآن الكريم وتستخرج الآيات، ثم تأتي بالأسماء وتأتي بالأفعال وتأتي بالحروف، وتستطيع أن تبين كل علامة تميز الاسم أو الفعل أو الحرف. التطبيق هو مهم جدا لتثبيت قواعد النحو، وإذا فهمت النحو استطعت بفضل الله أن تفهم أسلوب القرآن الكريم وأن تفهم معاني القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر في آياته، فقال وقول الحق أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا.